تاني قصة مع محمد سامي. يمكن أشهر مخرج سينما أو أنجح مخرج سينما في مصر دايما يقال يوسف شاهين. يوسف شاهين هو الأنجح، هو الأشهر، هو اللي طلع مهرجانات، هو اللي كذا وكذا وكذا. شايف مين أنجح، أنت ولا يوسف شاهين؟ يوسف شاهين طبعا. يوسف شاهين طبعا. يوسف شاهين عاش كم سنة؟ لا يعني ده متهيألي 90 أو حاجة، ممكن توفى كبير رب. يعني يوسف شاهين أول حاجة الوقت اللي هو أخرج فيه، يوسف شاهين تاريخه كله سينمائي، يوسف شاهين مش بتاع مسلسلات، تاريخه كله سينمائي. وكانت في وقت السينما فيه حاجة ليها رونق غير السينما دلوقتي. السينما مش بقلل أكيد من السينما دلوقتي، بس كانت السينما ساعتها حاجة كبيرة قوي، لأنها كان في الحاجات اللي بتسلي كانت أقل. ما كانش في الموبايل في إيدك، وما كانش فيه، وما كانش فيه حاجة كتير جدا. فهو كان بيعمل في وقت من الأوقات صناعة معينة هي بالنسبة للناس هي 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 أعظم تسلية، بلس هو أجاد الصناعة دي قوي ونجح إن هو يقدم فكر مختلف وطريقة مختلفة، ونجح إن هو يشتغل مع أجيال مختلفة، ونجح إن هو يروح لأفاق، وكانت اللغة عنده الفرنسية موصلة لمنطقة احتكاكه بالفرنسيين في السينما، واحتكاكه بيهم واحتكاكهم بيه، وطلوعه دايما للمهرجانات واهتمامه بالمهرجانات. كان بيحب مصر بطريقة مختلفة وبيشوف مصر بطريقة مختلفة، بطريقة مختلفة ساعات الناس ما كانتش بتفهمها. في ناس كتير ما كانتش طبعًا بتفهم أفلامه. أنا مش كل أفلامه بحبها. كنت بتفهمها؟ كنت بتفهم الأفلام حاجات بتاعته؟ وحاجات وفي حاجات ما كنتش بتفهمها. في حاجات ما كنتش بحبها، مش ما كنتش بفهمها، بس ليه حاجات بحبها قوي برضه. ولكن أنا دايما أقول هو يوسف شاهين مش أكتر مخرج أنا بحبه. تمام. انا ردا بس على السؤال الاولاني، مين اكتر مخرج انت بتحبه؟ انا بحب كتير. اصل المخرجين دول انواع كتير، زي مين اكتر لعيب كره بتحبه؟ المخرجين دول انواع كتير. مين بحب زي مين؟ بحب اقرب واحد لقلبي عز الدين ذو الفقار، انا بحبه جدا. صلاح ابو سيف بحبه جدا، عاطف الطيب بحبه جدا. لما بتكلم على الجيل القديم بحبهم كلهم، كلهم اساتذتنا، هم دول اللي عملوا لنا تراث احنا نعرف ناخد منه ونشتغل منه. بس انا عايز ارجع ليوسف شاهين بعد اذنك. فيوسف شاهين الفرص اللي خدها بالوقت والعصر والعصر بتاعه وطول الوقت وشكل النجوميه وقتها وشكل الحاجات كلها، اصبح يوسف شاهين ده مش فكره مخرج هدخل في مقارنه معاه. يوسف شاهين ده جزء من التراث. زي دلوقتي لو جبت اي حد، اي مطربه مهما نجحت، ام كلثوم اصبحت التراث، مش جزء حتى من التراث، عبد الحليم اصبح التراث. فمقارنتنا بالتراث ظلم لينا وتقليل منهم. بس يا عالم مش ممكن انا قدام اعمل افلام افضل. امتى ممكن تكون شهرتك تتخطى يوسف شاهين؟ لو قبل العالم دلوقتي، لو قبلت الناس ان بعد ما نموت ان ينفع من الجيل الجديد يعملوا اساطير زي ما كان في من الجيل القديم اساطير.